مساء النور، مساء الخير احبابي الغاليين. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده باذن الله، ونكون دائما خفيفه على قلوبكم، نكون على حسن الظن ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى تشجيعاتكم وعلى التعاليق ديالكم الزوينه ولي لايكات ديالكم، الله يكبر بكم وله الله يخطيكم عليا، وكنموت عليكم بزاف بزاف بزاف. وكنتمنى بحال هاد الفيديوهات تعطيوها الاقبال باش ان شاء الله من هنا لقدام نزيد نعطيكم بزاف ديال الحوايج ونكون دائما على حسن الظن ديالكم. في الحقيقه اليوم جيت لكم واحد الطريقه اللي زوينه زوينه بزاف، وغادي تستغني على الريب ديال المحلبه او الريب ديال الزنقه، فغادي تولي تصوبي الريب في الدار بثلاث مكونات فقط، وكيجي رايب غزال 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 كانه ديال الزنقه، ما فيه لا يعني بزاف ديال الوسائط. فهاد الرايب هذا يعني ناجح 100% اقتصادي، وكنوعدكم الا درتوا هاد الطريقه هذه بالضبط غادي تاكلوا ان شاء الله الرايب توب توب توب. يعني خاصكم تنتبهوا معايا كيفاش غادي نبداو والطريقه كيفاش باش تكون عندنا يعني الوصفه ناجحه 100%. يعني الرايب غيكون كانه ديال الزنقه. اول حاجه على حسب، الا كنا غادي نديرو نص سيترو غادي نقسم هاد المكونات، بما ان انا غادي ندير يترو غادي نضاعفوا المكونات. هنا عندي جوج ديال الحليب، هي يترو ديال الحليب، يعني جوج كاخات ديال الحليب هي يترو ديال الحليب. عندي هنا يترو لتر ديال الحليب، عندي هنايا دانون كبير ديال الفاني. نقصنا يعني المكونات نقصناهم اولا ضاعفناهم، كيبقى يعني كاس ديال دانون كبير ديال جوج دراهم، يترو ديال الحليب، كذلك فانيا. هنايا فانيا هنا الا كنا غادي نديرو السيترو غادي نضيف بعض المعالق السنيده، كنترو ديال الحليب كنضيفو 8 المعالق السنيده. انا بما ان كيعجبني الحلاوه كندير 8 المعالق، ولكن الناس اللي ما عندهمش مع الحلاوه بزاف ينقصوا من سنيده، يعني يديروا 3 ديال المعالق ولا 4 او المهم نتوما تعرفوا، ديروا عينكم ميزانكم. فهنا الماكينه درتو في الماكينه، غادي ندير عليه دانون، غادي ندير عليه فانيا، غادي ندير عليه هاد السنيده هذه، وغادي نشعل الطحان ويتجانس الخليط يتخلط مع بعضهم، وغادي ديك الساعه نوريكم كيف ما قلت لكم. هنا احبابي اول حاجه كنديروها كنكبوا هاد السنيده، ثاني حاجه كنديروا هذا الفاني، دابا غيبقى لنا نحطوا هاد الدانون وغادي نغلطوا كلشي وغادي نرجع معكم، غادي نشعل الماكينه ومن بعد غادي نرجع معكم. المهم اخوتي من بعد ما خلطت هادشي في المونينيكس، يعني طحنته باش تطحن داكشي وتخلط صافي. من بعد كيكونوا الكيسان ممسوحين ما يكونوش فازقين باش ما يطرطقوش، كنقبطوا داك الخليط وكنحطوه هنايا كنديروه في الكيسان. من بعد ملي كنديروه في الكيسان انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي ندير نكملوا له. المهم هانتوما كتشوفوا هنايا الرايب ديالنا مازال جاري، درناه في كويسات وغادي ندوزوا العمليه اللي هي مهمه بزاف، اللي غادي نديروا هذا الخليط هذا في الكوكوت وغنكبوا عليه ماء سخون مناص مع الكيسان، وغادي نسدو عليه وغنديروا له الصفاره وغادي نغطيوه بواحد الغطاء ونخليوه 8 سوايع. 8 سوايع كيبقى واحد الساعه اللي قبل ما غادي نجيو ناكلوه كنديروه في الثلاجه. هذيك كما كتشوفوا احبابي الغاليين درتهم في الكوكوت، وبما ان ما غاديش يقدوني الكيسان هنايا بزايد درت هادو جوج كبار باش يهزوا هذاك الشيء مضاعف. وكيف ما كتشوفوا هانتوما يعني حطيت هنايا الكويسات ديالي. هنا دابا غندوزوا العمليه اللي مهمه، وما نحاولوش دابا ملي غنجيو نكبوا الماء سخون نحاولوا وما نقيسوش الكيسان بالماء، الا تقاس الرايب بالماء راه ما غاديش يقبط لنا راسو. المهم اللي شاف راسو ما غاديش يعرف يكب الماء هكا قبل ما يدير الكيسان يكب الماء.
وهادشي اللي كاين. ومهم كنديروا الماء سخون، يكون سخون بزاف، وبالحق يكونوا الكيسان ممسوحين، يعني الكيسان يكونوا ممسوحين ما يكونوش فازقين باش ما يطرطقوش ملي غادي ندوزوا لهاد العمليه هذه، ما يطرطقوش. هكا كيف ما كتشوفوا غادي نبداو، غادي نديروا الماء سخون. ها نتوما كيف ما كتشوفوا احبابي الغاليين، ما تعمروش الماء حتى الراس ديال الكيسان، لا غير نصوه بالماء، نصوا الكيسان بالماء سخون طايب. ها نتوما راهي في النص كيف ما كتشوفوا. دابا صافي غنسدوا عليها الكوكوت، غنسدوا عليها وغادي نديروا الصفاره وغادي نغطيوها، وان شاء الله 8 السوايع كتخليوه مغطي في شي بليصه، حتى كدير 8 السوايع، يا يعني اما دابا انا درتو اليوم في العشيه حتى الغدا في الصباح عاد غادي نزولو، وقبل ما نفطر بساعه بساعه المكانه غنزولو، غنخليه في الثلاجه يبرد، ومن بعد غادي نقدمو ليكم. المهم انا هاد العمليه انا درتها معكم، وغادي نكمل لا فيديو مني غادي يوجد الرايب. وخليتكم في رعايه انتما احبابي الغاليين. من بعد ما كملت العمليه انا سديت الكوكوت، صافي دابا غادي نغطيها وغادي نحطها في واحد القنيت حتى تكمل 8 سوايع، اذا حتى الغدا في الصباح، فهمتوا؟ انا غادي نوريكم ملي غادي نلوي. يعني احبابي الغاليين كيف ما كتشوفوا انا لويت دابا الكوكوت، لويتها مزيان باش يبقى سخونه، وان شاء الله غدا غنوريكم النتيجه، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونكون دائما على حسن الظن. صباح النور احبابي الغاليين، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ احوالكم مزيانه؟ اموركم بخير وعلى خير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده باذن الله، كون دائما على حسن الظن ديالكم. وكنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى تشجيعاتكم. كيف ما كتشوفوا احبابي الغاليين، من بعد ما صوبت للرايب البارح وخليته يعني واحد 8 السوايع مع الجوج الليل، كنت فايقه كنت غادي نوض نعس، زولته من الكوكوت ودرته في الثلاجه، صباح مزيان ومقاد، ودابا خرجتو باش غادي نفطرو به. كيف ما كتشوفوا هذا هو الرايب، ها هو ما كتشوفوا هذا، يعني ها هو كاع مقلوب وما كيطيحش وكيبقى مزيان وصافي، يعني ناجح 100% بثلاثه المكونات وبطريقه سهله مهله. ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم ونكون على حسن الظن ديالكم. جربوه وردوا عليا في التعليق ديالكم، خليتكم في امان الله وحفظه، تهلاو ليا ونهاركم مبروك، يدخل عليكم بالصحة والسلامة، وبون ويكند، خليتكم في أمان الله، إلى اللقاء.